منك مضطر تاخذ قرار، بعدك صغير مان. انت هلا لازم تجرب كل شيء لتعرف شو بدك. لا ما راح ارد على ابوي، ليه من عرفني انا صرت ريال وعرف مصلحتي وين. هو قبل لا يحاسبني خلي يشوف نفسه قبل شنو كان يسوي وشنو خبص بحياته، مو الحين جاي يحاسبني. محسن الله يخليك، خلني الحين انا مشغول بعدين اكلمك. اي مشغول، يلا باي. انت قلت لي جاي تشتغل هنا، قلت اجي اشوفك لو خمس دقائق بس. ايش؟ ما تقدر تاخذ بريك خمس دقائق بس؟ مريم انا مشغول. متغير علي. هذا انت؟ منو؟ لارا. عم بتذكر اول يوم تعرفت عليك، كان احلى يوم بحياتي. قاعده مثل هيدا حرام ما نحتفل بالكاس شامبين. الضيوف جاهزين والمخرج بعد ما وصل. من الصبح قاعد ادق عليه ما ادري وينه. اذا ما بتي اتصل لي قول لي سعاد انا ما بي، عادي اقدر اجيب اي حد مكانك، بس انك تتاخر عن التصوير عبد العزيز هذه ما في مخرج سواها. اي اوكي شنو يعني ما كفر بيني وبينك خلاص. هاو ماتش؟ لا خلاص بلا ثاني. 1800 اوكي عشان بدي ارجع ارد لك اياه، انا ما راح اقبل. يصير خير. وانا مو فاهمتك عن جد، يوم تجيب لي ورد يوم قاعد تعصب. سوري مو قصدي، بس يعني قصدك ولا مو بقصدك؟ انا ما اسمح لاحد يكلمني بهالطريقه، فاهم؟ انا ما وقف دراستي ودشيت هالبرنامج عشان اخر شيء هذا يوقفه. انا ما ابي افلس من الصوبين. وانت عبد العزيز لازم تعطي وقت اكثر للبرنامج، ما قاعد تركز ابدا، توصل للبرنامج متاخر واول ما تخلص الحلقه تحمل عمرك وتروح. مشروعنا ماشي لا تحاتي لا تخاف اوكي، وبالليل ابعث لك اياها على الايميل، انت اقراها وبعدين نتفاهم. عبد العزيز بس هالمره اريد تكون اكيده، باكر اذا جيتك وقعدنا قعده ثانيه نكمل الموضوع ان شاء الله. تاخر عبد العزيز، المفروض موعدنا الساعه 9. عبد العزيز انا كصديقه من واجبي اني انبهك، انبهك على مستقبلك، انبهك على سمعتك. انا ما عاد اتحمل هالوضع خلاص، اكثر من كذا ما عاد اتحمل. اخناق 24 ساعه وين هذا؟ تسكر تلفونك وتطنشني. شابله تعلي صوتك، روحي بيتكم باكر اكلمك. يلا ما في باكر، ما في باكر عبد العزيز، ولعلمك ابغاك تطلع من حياتي الحين. اطلع من حياتك؟ اي اطلع. زين طلعت منك، روحي خلصين الحين. لا رش فيك، اقول لك البرنامج اللي كنت فيه طلعوني منه، ايش تبيني اكون يعني فرحان؟ ليه ما بتفتح يور اون بزنس؟ شركة انتاج خاصة فيك، احكي اهلك يدعموك ماديا. البنك قاعد يتصل علي. عملت ايه مع اخوك النهارده؟ يقول ما راح يدز لي فلوس وانه كلم ابوي عشان يتصرف. يعني ابوك ما عندك احساس في المسؤولية، ما عندك احساس، قاعد تهدر وتصرف الفلوس. قول لي الديون هذه شلون تبي تسددها؟ وفكر انك راح ترجع الكويت، هني في دبي مالك قاعده. تسمع هذا اخر كلام اقوله لك، ان وافقت ورديت معناته انا ابوك وانت ولدي، واذا رفضت لا اعرفك ولا تعرفني، لا انا ابوك ولا انت ولدي ولا عندك عائله. تسمع زين يابا خلنا نتفاهم، اقعد زين ما عندي اي تفاهم. زين يابا تعال خلنا نتفاهم يابا، ما يصير كذي.